السلام عليكم أخواتي الفاضلات. موضوعنا اليوم هو ما لا تعرفينه عن ممارسة الجماع بعد الإجهاض. تقوم نساء كثيرات حول العالم بالإجهاض لأسباب عدة ومختلفة، لكن تتساءلن كثيراً عن بعض الأمور والمفاهيم التي تتعلق بممارسة الجماع بعد الإجهاض. لكن في البداية يجب تحديد الفرق بين نوعين مختلفين من الإجهاض تخضع لهما المرأة الحامل. الإجهاض الطبي الذي يتم من خلال استخدام المرأة لمزيج من الأدوية، وهذا النوع من الإجهاض يؤثر على هرمون البروجستيرون في الجسم، وهذا ما يؤدي إلى فصل الجنين عن جدار الرحم. أما الإجهاض الجراحي فهو الذي تخضع خلاله المرأة إلى عملية جراحية يقوم خلالها الطبيب بتفريغ محتويات الرحم يدوياً. لهذا الأمر يوصي الأطباء رسمياً بعدم ممارسة الجماع فوراً بعد الإجهاض والانتظار مدة أسبوعين، وسبب ذلك هو أن المرأة التي تخضع للإجهاض سواء أكان طبياً أم جراحياً قد تعاني من النزيف أو عدم الراحة والتشنجات، وبالتالي فإن فترة أسبوعين من الوقت كافية كي يعود الجسم إلى وضعه الطبيعي. بعد الإجهاض يمكن للمرأة أن تحمل مرة جديدة، وبالتالي يجب عليها استخدام حبوب منع الحمل لفترة قصيرة.